كيف يمكن لهاتفك عد خطواتك بدقة عالية؟ وكيف يميز متى تسير ومتى تركب السيارة ببطء؟ بالنسبة للبعض الجواب المنطقي هو عبر خدمات تحديد الموقع، لكن الأسلوب المستخدم أكثر دقة وإثارة للاهتمام. فالجواب ببساطة هو التسارع. دعوني أبسط لكم الأمر. هواتفنا تحتوي على حساسات تقيس تسارع الجهاز، وهي من تساعده على معرفة ما إذا كان في الوضع الرأسي أم الأفقي. فعلى عكس حركة السيارة مثلا، المشي ليس مستقرا تماما، فأنت في الواقع تتسارع قبل أن تثبت لبرهة فقط، وتعود للتسارع مع الخطوة التالية، وبالنتيجة يظهر تسارعك على شكل صعود ونزول متتال إذا مثل على خط بياني. لذا يميز الهاتف التعرجات المتناسبة مع الشكل المعتاد للخطوات عبر خوارزميات مخصصة، والنتيجة النهائية هي آلية عد خطوات مثالية وذات دقة عالية نسبيا.